إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. لقد كانت لأمنا السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها رواية للحديث طيبة مباركة، وتضمنت مرويتها أبواب كتير جدا، أو دخلت في أبواب كثيرة جدا في الأحكام وغيرها، ومن ذلك ما روته مثلا في صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم. قالت السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ يقطع قراءته آية آية. هنشرح ما تقول أمنا السيدة سلمة. فبتقول هو إن بيقطع قراءته آية آية، وبعدين ضربت مثل بسورة الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقف: الحمد لله رب العالمين. يقف: الرحمن الرحيم. إلى نهاية السورة الكريمة. فوصفت لنا ستنا أم سلمة رضي الله تعالى عنها هيئة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم، فقد كان صلى الله عليه وسلم أفصح العرب لهجة وأتمهم صلى الله عليه وسلم بلاغة وبيانا. وفي قراءة القرآن الكريم كان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيقف على الآية آية آية، أولا عشان يبين النبي عليه الصلاة والسلام ويعلم الأمة للي هيجي لمن يأتوا وراءهم بعد ذلك، أو لمن وراء النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، رؤوس الآيات القرآنية، وفي نفس الوقت ومعانيها، لأنه بيقف عند تمام المعنى صلى الله عليه وسلم، فبيعلم الأمة كيف تكون قراءة القرآن الكريم، كيف تكون التلاوة، وكيف يكون الوقوف المعتبر عند رؤوس الآيات المباركات. الحديث ده بتبين لنا ستنا أم المؤمنين السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها، زي ما قلنا، تلاوة النبي عليه الصلاة والسلام وقراءة النبي عليه الصلاة والسلام لآيات الفاتحة. هي بتدي نموذج بآيات الفاتحة كنموذج من قراءته للقرآن الكريم عموما صلى الله عليه وسلم، وهو إنه من سنته في التلاوة الوقوف على رؤوس الآي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي برضو رواية تانية، ولما بنقول عن أمنا سيدة أم سلمة هي التي تروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هي بتنقل حديث النبي اللي هي كانت في قمة التركيز والاستعداد التام الكامل لتحصيل وتلقي أنوار الوحي الشريف، سواء القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة، ثم تقوم بعد ذلك برواية هذا العلم لطلابها من أهل العلم سائلين عن حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وللمتعلمين الطالبين لسننه صلى الله عليه وسلم. تقول أم المؤمنين سيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرتم الميت أو المريض، لما تروح تحضر عند ميت أو مريض فقولوا خيرا، إذا حضرتم الميت أو المريض فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. يعني لما نبقى بجوار ميت أو مريض لابد أن نقول الخير، إن إحنا مثلا بندعو بالشفاء للمريض العيان ده، وبندعو بالرحمة للمتوفى، ما نتكلمش كلام بقى الدنيا، ما نقعدش نقول ده كان بيعمل وده كان بيسوي، أو لما أزور المريض لا أنتقي الكلمات اللي أقولها، المفروض أن تبقى كلماتنا بجانب المريض كلها دعاء له بالشفاء والعافية. والحديث ده فيه عجيبة، أن المتوفى بجانبه الملائكة، والمريض الذي لم يشفى بعد بجانبه الملائكة، فاللي بيقعد جنب مريض قاعد في حضور خاص في الملائكة اللي هم بيبقوا مع كل واحد منا الحفظة، لكن في حضور خاص للملائكة الكرام بجانب هذا المريض، فيبقى نؤمن، نقول الدعوات الطيبات فتؤمن الملائكة على ما نقول. قالت أمنا السيدة سلمة: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. طبعا أبو سلمة اللي كان زوجها قبل أن تتزوج من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهي بتحكي إنه لما زوجها توفي أتت رسول الله فقالت له: إن أبا سلمة قد مات. فعلمها النبي عليه الصلاة والسلام أن تقول هذا الدعاء، فقال لها: قولي: اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. قالت: فقلت: فأعقبني الله عز وجل من هو خير لي من محمد صلى الله عليه وسلم.
من مرويات السيدة أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنها قولها وهي بتوصف من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وتحفظ عنه سننه عشان تحملها لطلبة العلم سواء اللي كانوا موجودين مزامنين لها في زمن النبوة الشريف أو بعد انتقال النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كانوا من طبقة الصحابة أو من التابعين. تقول السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء، رفع عينيه للسماء وقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. الحديث ده اللي بترويه أو بتقول لنا فيه ستنا أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، إنه ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه، يعني رفع طرفه ببصره، رفع عينيه كده إلى السماء. والمعنى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بصورة دائمة إذا خرج من البيت دعا الله وقال: اللهم إني أعوذ بك، أعوذ بك يعني ألجأ إليك، أحتمي بك، أستجير بك من إني أضل أو أضل. طبعا النبي بيعلم الأمة، هو المعصوم صلى الله عليه وسلم أن يضل أو أن يضل، لكن هو بيعلم الأمة، فهو بيعلمنا هذه الكلمات لنتعلم ذلك، وبترويها زوجته السيدة أم سلمة ثم تعلمها بعد ذلك رضي الله تعالى عنه، هو علمها للمسلمين من خلال سننه الطيبات. فسأل الله ليعلم الأمة ألا يضل أو يضل، وحاشاه صلى الله عليه وسلم فهو المعصوم، إنما هو يعلم الأمة. والمعنى إنه بأن يقع السائل أو الداعي في الضلال إنه يضل بنفسه أو يقع في ضلال، أو إنه يكون سبب في إنه يضل غيره. وسأل الله أو أزل أو أزل، الزلل هو إنك تغلط فتقع في المعاصي، ترتكب المعاصي، تزل رجلك فترتكب المحظور، ما انتش في ثبات وسكينة أهل الإيمان ساعتها تقع. فالنبي بيعلمنا هذا المعنى الكريم، والمعنى إنه أجرني، احميني يا رب من إن أنا أقع في الذنب أو المعصية، بسواء يعني أنا قصدت ذلك أو لم أقصد ذلك، يعني سواء بقصد مني أو بغير قصد مني. ثم سأل الله: أو أظلم أو أظلم، يعني استجار بالله وقال: أعوذ بك أن أظلم أحد، إني أكون سبب في إني أظلم إنسان من، أو أظلم حد من خلقك في أي أمر من الأمور، أو إنه يظلمني أحد، يعني لا أوقع الظلم على غيري ولا يتمكن غيري من إيقاع الظلم علي. وده لأنه سوء عاقبة الظلم عظيمة. أو أجهل أو يجهل علي، يعني أعوذ بك، أحتمي بك، ألجأ إليك، أستجير بك من إن أنا أفعل فعل الجاهلين، أعوذ بك من أن أفعل فعل الجاهلين، يعني من سوء الخلق أو إيذاء الناس، أو إن حد يعمل فيا كده، أو أن يفعل أحد بي هذا الفعل، إنه يؤذيني حد أو يضر بي. وربما قد يحتمل المعنى برضو إنه أعوذ بك أن أجهل شيئا من الأمور ولا أعلمها، أو لا يعلمني إياها أحد، أو يعلمني إياها أحد، أيا ما كان، يعني المعاني اللفظة تحتمل كل هذه المعاني. والحقيقة أنه مثل هذه الأدعية: اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو دل، من كل ما في إطار هذه الأنواع من الأدعية المباركة، هي في حق النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا وبنأكد، من باب التعليم لأمته صلى الله عليه وسلم، لأن حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام معصوم مما يستعيذ يعني منه فيها. هذا الحديث اللي رويته ستنا أم سلمة فيه الحث على الدعاء، وفيه التزام الإنسان المؤمن بالدعاء على كل حال. شوف أنت ممكن بتبقى خارج ونازل من بيتك كم مرة
وكم مرة أنت بتتذكر تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء؟ الحديث ده اللي روته أم سلمة رضي الله تعالى عنها عشان تعلم الأمة وتحث الأمة على التوجه إلى الله تعالى دوما، وتحث الأمة على إنه الإنسان يصدق في دعائه، لأن الدعاء الصادق من القلب الخاشع بيمثل درجة عالية جدا من حسن التوكل على الله تعالى وجميل الالتجاء إليه وإقرار العبد بقدرة المولى سبحانه وتعالى وإذعان العبد وإقراره وتأكيده على إنه أن الله سبحانه وتعالى هو النافع الضار جل جلال الله. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم الدعاء لله في كل أحواله، ومن هذه الأحوال لما كان النبي يخرج من بيته صلى الله عليه وسلم يرفع بطرفه إلى السماء بعينيه ثم يدعو بهذا الدعاء المبارك. أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن روينا لنا الخير العميم عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومنكر ميراث النبوة هو مكذب برسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه تسليما كثيرا. فنستعيذ بالله من هؤلاء، وإحنا في هذه الحلقات بنحاول مع حضراتكم يعني نبحر كده في السيرة عشان نشوف مدى حفظ المولى سبحانه وتعالى لسنة نبيه ومصطفى صلى الله عليه وسلم، وزي مدرسة النبوة أنتجت باقة عظيمة من المدارس العلمية من بيت النبوة، وفي مدرسة النبوة تخرجت، فكانت أمهات المؤمنين وكان الصحابة الكرام رجالا ونساء، هناك طلبة يتلقون الحديث النبوي الشريف ويعلمونه، وهناك زوجات النبي الفضليات يعلمنا هذا الحديث الشريف. وحنشوف تلامذة ستنا أم سلمة في الحلقة المقبلة، لنرى إن أمهات المؤمنين كنا مدارس يعني علمية كبيرة في ميراث النبوة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم آمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا بحفظك الذي لا يرام يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين. مرحبا.
مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناة أن. مرحبا بالجميع، وسريعا كده ننوه إلى الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة. اسم صفحتنا. بنستقبل على الصفحة كل الأسئلة اللي حضراتكم تحبوا تبعتوها. احنا بس بنستأذن حضراتكم ان احنا بنجاوب تباعا باقة من الأسئلة عشان يستفيد الجميع من الأسئلة اللي حضراتكم بتسعدونا وبترسلوا لنا على صفحتنا هذه الأسئلة. مخصصين يوم للرد على الأسئلة اللي بتفد على الصفحة، هو يوم الأربع. احنا بنلتقي بحضراتكم من السبت إلى الأربعاء، بنكون من السبت إلى الثلاثاء تقسيم البرنامج، يعني من السبت للثلاث بنكون في رحاب التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، وفي رحاب كذلك استقبال أسئلة حضراتكم اللي بتأتينا على الهواء مباشرة. يوم الأربع هو المخصص للرد على الأسئلة اللي بتيجي على الصفحة وبيكون فيها استفاضة في الإجابة. كذلك بنعرض على حضراتكم كتابنا، كتاب قلوب عامرة. معانا أستاذة دعاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى. يا دكتور أهلا بيك يا أستاذة دعاء. ربنا يديك الصحة يا رب. يا رب الله يجزيك خير على أجمعين. آمين آمين يا رب آمين. بصي حضرتك، هو أنا عندي ثلاث أسئلة. أول واحد، هو في حد قال لي لو واحدة عملت وشها واتبلوت عليها فكده كل شعر ابتدي عليها. لو واحدة عمل يعني واحدة عملت وش أزالت شعر الوجه يعني. كل شعر ابتدي عليها وبتشيل دم، هل ده صحيح؟ حاضر. والسؤال الثاني، أنا أختي متجوزة واحد كل شوية بيعمل لها مشاكل وبيحبس عليها كتير بالطلاق، وهي بتعمل المستقبل يعني بتشتغل عشان ظروفها وحشة قوي، هو شغال أرزاقي، لما بيبقى في فلوس في البيت مكسورة بيقعد على حسابها، فجي على طول بيحلف بيقول لها لو عملتي حاجة من ورايا تبقي طالق مني. هي بتخش جمعيات هو عارف عنها وفي جمعيات لا، بتقول لها ايه عين قرش يعني للظروف. فما حلف يعني كده بقى يعني هي بتعمل حاجات خاصة بيها هي؟ لا والله ليه البيت نفسه يعني هي عايزة تجيب شقة قاعدة مفتوح. وكانت شايلة هي وهو عاملين جمعية وجابوا حلق عشان يعني ايه فلوس مش شايلة. انا فاهمة هو عايز يسيطر يعني على المدخول بتاعها. خلاها باعته وعمل لنا مشاكل فهماني، والفلوس دار، فهي برضك ايه بتقول لك الفلوس اللي هشيلها تنفع، عندها بنتين. فكده وهو بيحلف يقول لها ايه؟ عليا الطلاق لو عملت حاجة من ورايا تبقي طالق مني كتهديد. وفضلش ليه غير يمين واحد. وفي نفس الوقت احنا ما نقدرش نعرف كم يمين كده غير لما يروح على دار الافتاء. وفي حاجه ثانيه مبدئيا يعني عشان انا مسائل الطلاق دي من زمان جدا انا عامله حد الناس تطلع على دار الافتاء، لان لازم يتقعد معاهم في لجنه هناك، بتقعد بيجيبوا حد يقعد معاهم يتكلم معاه يشوفوا يسمعوا الزوجه، ما يبقاش الامر لا اصل فاضل طلقه اصل فاضل طلقتين. لن يستطيع احد ان يجزم بذلك بعد الجلوس الى هذا الزوج ويستمع اللفظه اللي قالها ايه وايه الوضع وايه الحال اللي قال عليه. في حاجه لو سمحت. اتفضلي. هو بسبب اليمين دوت، هي كان هو عنده مشكله والسجن بسببها 6 شهور، فهي استلفت من حد جارها ادها 2000 جنيه قال لها لما خلصت شكلها ريت بيسددهم. لما هو طلع كل شويه يقولها سدده ما سدده ما بيسددش وبيطلع مصايف وبيقضيها وفيش نيته يسدد. اختي كده تشيل الذنب. استني بس يا دعاء، لما طلع منين؟ هو كان اصلا مسجون 6 شهور بسبب كان خاطب واحده قبليها بغض النظر انا مش عايزه اسال التفاصيل. انت بتقولي انه برضه تم الحلف ان هو حلف يعني حلف عليها ما تعملش حاجه من وراء، فهي ما سددتش الراجل ده، هو قالها نسدده ما بيسددش. طب هي كده تشيل الذنب ان هو ما سددش ال 2000 جنيه؟ ما هو لا عايزها تدفع ولا عايز هو يدفع، انت فاهمه حضرتك؟ حاضر. في سؤال اخير ومعلش اتفضلي. لا معاكي. وانت كنت حضرتك منزله دعوه واحده سالتك انها هتعمل حق، فقلت لها قولي بسم الله الوهاب ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. فحضرتك انا بقيت ادعي الدعاء ده لاني انا عملت حقني 3 مرات، فانا ربنا كرمني وبعد شهرين مات في بطني. لا حول ولا قوه الا بالله. الحمد لله على كل حاجه. بالنسبه انا اخذت برشام اجهاض عشان انزل ما عملتش عمليه تنظيف، فقالوا لي السقط اللي نزل ده المفروض تحت الفرنسيه. طب هو دم اكسيد. السقط اللي نزل ايه؟ كنا دفنته. طب هو اصلا كان شيء تم شهرين. شهرين الا 3 ايام. عارفين ازاي هو ربنا يخلف. استمري على الدعاء ونحمد الله على كل حال.
وان طب شاء انا الله. شفت ذنبي ان هو نزل الوصف في الحمام. معلش انت لم تقصدي، لم تعمدي الى هذا الفعل، انما صنعتيه عن عدم معرفه. كان شكرا لازم ان ليك انا يا افهم. دعاء. حاضر يا دعاء، هرد عليك. شكرا جزيلا. معانا ست ام مريم. ازيك حبيبتي؟ اهلا بيك يا ست ام مريم. ازاي صحتك؟ الحمد لله. الحمد لله. انا عايزاكي بس تدعي لي انا وبنتي واخواتي بس، وما حاضر. تبقيش تتاخري علي. انا بدعي لك كل اتاي كل كل يوم، بدعي لك وبدعي لعيلتي كلها، يا حبيبتي رب يبارك. وبنتي وكل حاجه. حاضر يا ست ام بس مريم، بس نبهيني، عايزه الدعاء بخصوص ايه، في موضوع ايه؟ انا وقعت رجلي في الكبسه بقالي شهرين، مش عارفه امشي ولا اعمل، واساسا انا عندي التهاب اعصاب. تاني بس ان شاء الله ان شاء الله. اللهم يسر لك كل امر عسير يا رب، اللهم يسر لك كل امر عسير. حاضر يا ست ام مريم، واشكرك انك بتدعي لي. تقبل الله منا ومنكم. استاذه نغم، بس ما السلام تبكيش. عليكم. عليكم السلام يا ست نغم. ازي حضرتك عاملة ايه؟ الحمد لله يا ست الكل، انا اتفضلي. اسفة على الازعاج ابدا حضرتك. ما فيش ازعاج. انا عندي سؤالين ان شاء الله. اتفضلي. السؤال الاولاني السنة المؤكدة لصلاة الظهر. حاضر. والسؤال الثاني ميعاد صلاة الاستخارة اصليها امتى؟ عشان في ناس قالوا لي صليها بعد العشاء عشان تحلمي بالخير. حاضر. شكرا. فمش عارفة. في شكرا حاجة تانية؟ حضرتك. في حاجة تانية؟ شكرا حضرتك. العفو يا ست الكل. خلاص خلصت. أستاذة نغم ولا لسه؟ أستاذ محمد. أيوة ست الكل، لو سمحت يا دكتورة. اتفضل يا فندم. عايز أعرف معنى الآية القرآنية في سورة آل عمران رقم 2، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إيه معناها؟ حاضر. لا إله إلا الله. لأن إحنا معرفتنا برضو إيه إلى حد ما محدودة وعلى قدها، فاحنا يعني عايزين نستفيد من علم حضرتك وكده. ربنا يخلي حضرتك. توضحي هو لي معنى انا ممكن هقول تفسير سريع، لكن انا حابه استفيض في تفسير الله لا اله الا هو الحي القيوم جل جلال الله، فبحب ارجي ايات التفسير لحلقه المسجله لو تسمح لي، هعمل اللي حضرتك هتقول عليه. فهستأذن حضرتك خليها في الحلقة المسجلة عشان أستفيد في الإجابة عنها، وإن كان ممكن نشير إلى معنى كده يعني لن يوفي هذه الآية العظيمة هذا البحر اللي حضرتك أشرت إليها وتود يعني بيان المعنى فيها، بحور من المعاني لا تنتهي، فكل ما كان يعني متصل بالله لا ينتهي أبدا جل جلال الله. فإن شاء الله في الحلقة المسجلة مش الأربع ده، إن شاء الله اللي بعده، نسأل الله السلام. معانا أستاذة إيمان. يا أستاذة عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يا حبيبتي كريم. الحمد لله يا ست الكل. بعد إذن حضرتك، هو أنا حصل بيني وبين إخواتي مشكلة، إخواتي البنات. أنا كنت مطلقة يعني، ودلوقتي اتجوزت جوازة تانية. قعدت 5 سنين مطلقة، وبعد كده اخواتي جم عليا شويه، وكل واحده قالت فيا حاجه مش فيا يعني. قالوا الكلام ده بعد ما حضرتك اتجوزتي ولا اثناء ال5 سنوات؟ قبل في اثناء ال5 سنوات. ماشي. بس بعد ما انا الحمد لله يعني كنت والله اي واحده فيهم تقع في دقيقه كنت بقف جنبها يعني، ما كنتش بسيب حد فيهم. بعد كده جيت اتجوز الجوازه الثانيه، استاذنت والدتي ان انا مش عايزاهم يعرفوا عني حاجه يعني، خلاص اتاذيت منهم، كل واحده قالت انت تعرينا ومش عارفه ايه، فانا خلاص وقالوا لي انت مشقتنا ومش عايزينك في حياتنا. فما انا جيت اتجوز الجوازه الثانيه، هم دلوقتي زعلانين ان انا ما عرفتهمش. يعني انا حتى فأنا لو حتى عندي مشاكل معاهم، يعني امر الزواج ده ما بيتخباش يا ست ايمان. مش ان انا خبي يعني. انت قلت ان انا فيها كل حاجه، فانا خلاص انتوا مش عايزيني، انا كمان مش عايزاكم في حياتي. طب يعني الوالده رايها ايه في المشاكل دي؟ يعني الوالده رايها هم ايه كمان في اللي بيقولوه؟ هم كمان قطعوها عشان ما صدقتش فيا كده. قطعوا والدتهم؟ ما بيكلموهاش بقى لهم سنه، وانا كمان. ذكور ولا اناث دول؟ ولا ذكور واناث؟ لا بنات بس، 3 بنات. والثلاث بنات متفقات على نفس الكلام؟ 3 بنات ولا بيكلموني. ودلوقتي لو عايزين يكلموا والدتي يعني يقولوا لاي طيب حد عايزين يدخلوه.
طب السؤال ايه يا ايمان؟ السؤال بس انا عليا وزر ان انا مش بكلمهم، لان انا خلاص يعني انا زي ما تقولي كده اشتكيت من اللي هم قالوه في حقي، انا مش عايزه ارجع لهم تاني، ولو ستي رجعت معاهم تاني ما ترجعيش، اعمل حدود بس مش اقطع. اسمعيني هما يا اللي استاذه عايزين ايمان، يقطعوا. معلش، ما هو يقطعوا، انا عايزه ما عند الله، وما عند الله خير وباق. فانا عايزه ثواب الاخره، مش عايزه صنيع البغضاء والشحناء اللي بتعمل او اللي بيعملها ابليس وذريه ابليس، واحنا نبقى مستجيبين للكلام ده. ماشي يا ست ايمان، معانا هناخد ست ام اسلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا متزوجة من 30 سنة وعندي زوج كده من 5 سنين كده، حاله اتغير مرة واحدة، ولا بيصرف ولا بيعمل. وحالته أنا بقى المالية زي ما هي ولا اتغيرت؟ يعني هو ما نعرفش عنه حاجة من 5 سنين كده، من ساعة ما طلع المعاش. من 3 سنين ولا 7 سنين؟ 7 سنين كده. ما تعرفوش وأنا عنه بقى حاجة يعني؟ طفش ومشي يعني لا، هو ولا؟ قاعد معانا بس يعني قاعد ومش قاعد، يعتبر قاعد ومش قاعد، ما بيصرفش ومش عارفه طب ايه انت كده حضرتك يعني. شايفة ان ممكن يكون ده سببه ايه؟ معرفش بقى، هل الواحد يقول عشان 70 سنة كبر؟ هل يقول يعني؟ هو بقى مش عارفه، أنا حضرتك منعت نفسي منه. انت كنت مانعة هذا اصلا؟ عليا ده؟ طب بس ثانية واحدة، حضرتك كنت لا مانعة نفسك اصلا؟ لا، دلوقتي قريب لا لا، يعني. قبل كده حضرتك كنت لا يعني قبل كده لا. كانت العلاقة مضطربة ولا كانت مستقيمة؟ لا مستقيمة، بس هو واحدة مرة واحدة كده اتغير 180 اصل درجة. من غير ما حضرتك تتضايقي يعني، في بعض النساء بيعملوا كده، وبعدين لما بيبتدي يتغير الرجل تبتدي تقول ده هو بقى اتغير، هو بيبقى خد موقف او رد فعل. أنا بس كنت عايزة أعرف يعني حكم الدين إيه؟ ما هو حكم الدين عشان نعرفه لازم اعرف انا كمان بعمل ايه. ما هو يعني ايه واحد يتغير بلا سبب؟ جات له حالة والله الواحد نفسية مثلا عشان لا لا قعد؟ معيش، لا لا لا، في كون يعني عقليته حلوة والحمد لله وانتي منعتي نفسك يعني قريب يعني كده يعني ظنا انه ده 4. هيتحل، ده مش هيتحل. لازم نعرف ايه بيت المشكله. ست مسلم والله ما فيش سبب، والله ما فيش سبب حالته لده، الماديه اتغيرت؟ هل لما طلع على المعاش مرتبه مثلا اختلف؟ هل هو كان بيشتغل؟ والله ما عرفت عنه اي حاجه، عن طريق المعاش ولا اي حاجه، ولا ما ادانا اي حاجه. اتكلمتيش معاه؟ ما بتتكلميش معاه؟ اتكلمنا فيه وبعد كده بفوض امر لله. ايوه، لما بتتكلمي بيرد على حضرتك يقولك ايه؟ يعني هو بيجيب لي شويه حاجات كده بس، يعني ما يعني حاجات كده اللي هي بتاعت البيت الأساسية كل فين وفين. ايوه، لما حضرتك بتتكلمي بتقولي له فين مثلا بقيه الحاجات اللي انا محتاجاها، رده بيكون ايه؟ بيطلع بيطلع طيب يا ست ام اسلام، هنطلع في الاول ان السؤال مش مكتمل يا ست ام اسلام، في حاجه مش ظاهره، حضرتك مش عايزه تقوليها او حضرتك مش عارفاها، لا اعلم. نسأل الله السلامة في الإجابة إن شاء الله. أسيب حضراتكم مع الفاصل، وبعد الفاصل نبدأ في الرد على أسئلة حضراتكم بتيسير الله تعالى وإذنه. مرحبا بالسادة المشاهدين الكرام. أستاذة دعاء بتقول إن حد قال لها اللي تنظف شعر الوجه بكل شعرة إنها بيبقى ذنب أو بتلعن حاجة زي كده. فيا سيدتي الفاضلة، النهي الوارد فيما يتعلق بالنمص ملوش علاقة بالحريك بتقولي، وإحنا فصلنا الكلام ده كتير، لكن مفيش مانع نزيد تأكيدا وبيانا بأنه النمص المحرم هو إزالة أصل الحاجبين، وإن أنا بقى أقعد أعمل الموضة معرفش طلع إزاي والكلام ده، أو إن إحنا نغير أصل الخلق. لكن إزالة الشعر الزائد حول الحاجبين أو حتى في الوجه ملوش علاقة بالنمص المحرم اللي وارد في الحديث
الشريف، وإنما ذلك إزالة هذا الشعر الزائد بالوجه من باب التزين المطلوب. وامرأة أبي إسحاق الراوي اللي راحت لستنا عائشة وسألتها وقالت لها ما بال المرأة تحف جبينها لزوجها، فتحف يعني تنظف تشيل الشعر الزائد بالوجه، قالت لها السيدة عائشة أميطي عنك الأذى ما استطعتي. ده بالمنطق وبالعقل بنقول أصل الخلقة سيبيها كما هي، تنظيف الزائد المتناثر حول الحاجبين أو حتى بالوجه لا شيء فيه، مش داخل في مسألة النمص. الشرع متسق جدا مع العقل إذا الإنسان أحسن التفكير. بالنسبة لي أحكام الطلاق، يعني أنا أرجو من أخت حضرتك دي وزوجها مراجعة الزوج أنه يروح لدار الإفتاء المصري عشان يقعدوا معاه، وبرضه هيوجهوه وياخدوا وقتهم معاه في التوجيه، وانه ما ينفعش اللعب به مثل هذه الالفاظ، وما ينفعش ان يحطوا زوجته في حرج، فكل حاجه معلقه على ايمان طلاق، وبعدين يشوفوا هل ده لفظ نطقه نطق صحيح سليم باللغه العربيه المعلومه بالطلاق كما ننطقها في اللغه العربيه، ولا قالها ازاي، هل هي صريحه، هل هي فيها كنايه، هل هي على جهه اليمين، كل ده هناك وهو المكان الانسب لفض هذه الأمور، مش برامج الهوى. وده يعني منهجي مع حضراتكم من زمان جدا. بالنسبة لي وبعدين في نقطة تانية بس تتم لهذه الإجابة، هو حلف عليها ما تدخلش نفسها في الحاجات لا تخصه حتى ولا تحلها، وبتقول هو ما بيحلش، هي ملهاش علاقة بحاجته، هو يروح يحل حاجته مع نفسه، ما تدخلش نفسها طالما هو على طول كده أيمان الطلاق والله أعلم عقد اليمين في قلبه أو لا، فما أحطش نفسي على المحك عشان خاطر هو مش قادر يقوم بمعاملاته. لن تحاسبي عليه ويحاسب عن نفسه، أو أختك يعني صاحبة السؤال. الدعاء اللي حضرتك دعيتي بيه وربنا أكرمك وبعد كده كان في السقط اللي نزل، نستمر على الدعاء ويبقى عندنا يقين بأن الله يجيب الدعاء، يجيبه وفق حكمته سبحانه وتعالى. ايه اللي فيه الخير ليا يصرفه لي، لو الخير ليا يكون عندي ذريه يصرفها يعطيها وهو الوهاب، الخير انه يدخر لي ثواب الدعوه بتاعتي دي في الاخره سبحانه وتعالى فهو الحكيم، الخير انه هو يحوش بها عني بلاء في الدنيا فهو سبحانه وتعالى الرؤوف سبحانه وتعالى الرحيم. فإحنا نترك الأمور للمولى سبحانه وتعالى، نأخذ بكل الأسباب ونحسن التوكل على الله مع تمام التسليم لقضائه وقدره. بالنسبة لي السقط بقى، أنت كنت في مستشفى، التعامل مع الجهات الطبية اللي احنا بنكون فيها كمستشفيات بتتعامل مع هذا الأمر بحرص، فأنت ما تحمليش نفسك فوق ما تطيقين، فإن كانت هناك منك تصرف أنت حسيتي أنه لم يكن يعني كان المفروض أعمل، أنت لم تتعمدي أو تقصدي إلى ذلك، وهم حيقوموا بهذا الأمر نيابة عنك يا صاحبة السؤال. الست أم مريم، حاضر يا ست أم مريم، نسأل الله سبحانه وتعالى لك الشفاء العاجل التام الكامل عاجلا غير آجل. والإنسان لازم ياخد بكل أسباب التداوي، إن رجلي متجبسة وبعد كده أنا باخد العلاج وبحاول وبعلي الناحية النفسية بتاعتي إني أتفائل وإني ما بقاش متشائمة، وإني ما تكثريش من البكاء ولكن أكثري من الدعاء والذكر، وسلي الله العافية، سلي الله العفو والعافية، وسلي الله إنه يشفي رجلك، وحطي إيدك اليمين على رجلك التعبانة أو على أي مكان بيوجعك، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال للسائل ضع يدك على ما يألم من جسدك ثم قل بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات، 3 مرات بسم الله، 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجر وأحاذر. هذا الذكر نسأل الله به سبحانه وتعالى الشفاء، وإحنا بناخد بالأسباب، أسباب التداوي وأسباب إن إحنا نشوف الأطباء بيقولوا إيه ونعمل بنصايحهم، كل هذا من قبيل الأخذ بالأسباب مع تمام يقين القلب أن الشافي هو الله، وده عين تحقق العبد في معاني التوحيد، نفس المعنى اللي السائل الكريم الأستاذ محمد كان بيسأل عن تفسير الآية الكريمة.
بالنسبة للأستاذة نغم، السنة المؤكدة لصلاة الظهر، أرجو التركيز، عند جمهور الفقهاء 4 ركعات قبل الظهر واثنين بعد صلاة الظهر. 4 ركعات سنة قبل صلاة الظهر، 2 بعد الظهر عند جمهور الفقهاء. عند السادة الشافعية 2 قبل الظهر 2 بعد الظهر. لو أنا هقلد الجمهور أقلد رأي السادة الجمهور، حصل لي 4 قبل و2 بعد، الشافعية قولهم 2 قبل 2 بعد، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول والإخلاص. سؤال حضرتك الثاني، هو في موعد، هي بتسأل في موعد لصلاة الاستخارة، لأن في ناس قالوا لها صلي الاستخارة بالليل بعد العشاء عشان أنها تشوف وارد أو يأتيها يعني منام. صلاة الاستخارة أو خلينا نقول دعاء الاستخارة الإنسان بيصليها في أي وقت، ما عنديش وقت محدد ليها، وكونها أنك أنت هتصليها بعد العشاء ما فيش مانع، لكن أن أنا أقول رؤية شيء بعد الاستخارة مش شرط أن أنا أشوف شيء، يعني ليس شرطا في تحصل أن أنا هصليها بعد العشاء عشان أن أنا أشوف، ممكن ما أشوفش، ومش شرط أن أنا أشوف، لأن صلاة الاستخارة أساسها دعاء استعانة بالله سبحانه وتعالى، أسأله جل جلاله أن يهديني الطريق السليم. فده معنى ومغزى صلاة الاستخارة، باخد بالأسباب، بكل الأسباب، في عمل أنا متقدم له ولكن أنا عايز أدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديني الخير فيما أنوي القدوم إليه أو في الشيء اللي أنا بدأته، فأنا بصلي استخارة دعاء استعانة. لكن لا تغني ذلك الإنسان أن يأخذ بأسباب السعي، فيحسن التوكل على الله بالأخذ بالأسباب، لأن الله تعالى أقام هذه الحياة على الأسباب، مع تمام يقين القلب أن الفاعل الحقيقي هو الله، أن العاطي هو الله، أن المانع هو الله، أن الرازق الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. ده معنى تحقق القلب أيضا بمعاني التوحيد. بالنسبة لي الأستاذة إيمان، حصلت مشكلة مع أخواتها، وأخواتها تكلموا عنها كتير. الأستاذ محمد، معذرة قبل الأستاذة إيمان، هو عايز معنى الله لا إله إلا هو الحي القيوم جل جلال الله، هي إثبات للوحدانية، لا معبود إلا الله، لا خالق إلا الله، لا عاطي إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محيي لا مميت إلا الله، فهو الحي صاحب الحياة سبحانه وتعالى. الآية بتثبت الوحدانية والحياة الدائمة التي يعني للمولى سبحانه وتعالى، فهو الحي القيوم، القيوم القائم على كل شيء جل جلال الله. ولينا وقفات عند هذا القول الكريم في الحلقة المسجلة، مش هذا الأسبوع، الذي تلي الذي يلي إن شاء الله تعالى. يا إيمان ما تنويش القطيعة مع أخواتك، بالعكس أنا عايزاكي تصليهم، لأن الأصل في الوصل مش اللي بيوصلني أوصله، اللي بيقطع علاقته معايا أنا بوصله، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. فلا تنوي قطيعة أبدا، وتصلي على القدر الذي لا يحقق لك مشاكل مع أخواتك. ست أم إسلام، ما ينفعش أنك تتعنتي من الزوج وتمنعي نفسك عنه، ما ينفعش، أنت هتزيدي المشكلة اللي بينك وبينه تعقيدا، وابحثي عن أسباب تغير الزوج يا صاحبة السؤال. نسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص دائما، ونسأله أن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين المخلصين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك، وإبراهيم خليلك، وموسى كليمك، وعيسى نجيك وروحك، وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم، وبكل وحي أوحيته نسألك
نسألك يا مولانا نصرا عزيزا، نسألك يا مولانا فتحا مبينا، نسألك يا مولانا عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير. نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا من كنت قبل كل شيء، والمكون لكل شيء، والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين يا رب العالمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.